احنا معانا برضو ضيف يعني دايما موجود معانا على طول، كاس السوبر المصري، واحنا بنتكلم على بطولات والقاب وتاريخ كبير جدا، والكابتن احمد معانا ومعانا ضيف كاس السوبر النهارده اكيد بعد الفوز بالبطوله على حساب الزمالك. بس الكاس خلاص اتعودنا عليه، احنا حامل اللقب اخر مره طبعا والبطوله الحمد لله احنا بنتكلم في 14 15 لقب يعني. يمكن بص ده اللي يمكن هتلاقي كلامك على طول على اللي جاي، مباراة العين صح خلاص هي بطولة وخلاص، ودي مقاومات اللي موجودة عند أوضة لبس النادي الأهلي، إن هي دايما هي هدفها البطولة، بتحقق البطولة، بطولة وتضاف لدولاب تاريخ النادي الأهلي. السوبر المصري بطولة مهمة زي أي بطولة، ما بتكون مهمة دايما الأهلي حرصه على البطولة، مش حرصه بيكسب مين او بيتغلب على مين او بيتفوق على مين، لان اللي بيتكلم عن النادي الاهلي بطولاته، اللي بيتكلم عن النادي الاهلي انجازاته. فاكيد كاس سوبر موجود في مكانه الطبيعي، السوبر المصري اكيد بطوله 15 زي ما اتكلمنا قبل كده على بطولات النادي الاهلي، هي اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، اكيد بطوله مهمه. غدا باذن الله ممكن يعني ان شاء الله اذا ربنا كرمنا هيكون عندنا كاس زي ده. يعني بكره الفكره مش في المباراه المكسب والتاهل بس، لا للمشهد اللي احنا شايفينه ده ممكن يكون معانا في قناه الاهلي يا رب باذن الله اذا تم اجتياز نادي العين، لان بعد المباراه في مراسم تتويج، في تسليم ميداليات للفريق الفايز والفريق البطل، الجائزه 2 مليون دولار ومعاه كاس. يعني طبعا اكيد لسه هنشوف الشكل بتاعه لان اكيد هيبقى مفاجاه، بس الكاس ده بطوله قاريه اسمها كاس القارات الثلاث، افريقيا واسيا والاوكيانوسيا، تحت شعار كاس فيفا انتر كونتيننتال للانديه الابطال في مستوى القارات. اكيد زي ما بقول لك يا سعيد، يعني ايه الهدف او ايه تواجد النادي الاهلي او في ايه المناسبه بتاعت غدا ان النادي الاهلي يكون موجود فيها، لان هو بطل القاره، بطل القاره مش بالكلام ومش بالشعارات، بطل القاره بارقامه بمكانته، ان انت بتلعب ببطولاته. بكره اكيد بانجازاته بارقامه ببطولاته، انت بتلعب بكره البطوله دي محدش طلع يتكلم ولا هتلاقي حد طلع يتكلم النادي الاهلي بيلعب ليه، لان معروف النادي الاهلي بطل القاره، ان هو في بطوله مهمه شبه دي او زي دي، الاعلى تسويقيا، الاعلى اسما، الاعلى القابا، هو اللي بيشارك في البطوله دي، بدليل النادي الاهلي عنده مباراه مهمه، ومش هتلاقي اوضه لبس النادي الاهلي او اللعيبه بتفكر في الكلام ده كله، بتفكر ازاي اتخطى او اكسب فريق العين، فريق محترم عندهم بطوله تانية مركزين فيها بشكل كبير، لعيبه على قد المسؤوليه، لعيبه مقدره هي بتلعب فين، موجوده في مكان كبير اسمه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي مش تيشيرت تقيل على اللعيبه، لكن عارفين قيمته بشكل كويس، وده بيظهر اكيد في المباريات. محدش اتكلم وقال لك ليه الاهلي بيستضيف العين على ارضه؟ ليه ما كانش الماتش في العين؟ تصنيف ونظام والفيفا وضع قواعد، ما سمعناش احنا بقى حد قال لك اشمعنى نظريه المؤامره، نظريه المؤامره. طبعا مش موجوده، لا مش موجوده دايما، هتلاقي نظريه المؤامره موجوده عند الجانب الاخر لكن مش موجوده عند النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما شغال. انا دايما بوصف النادي الاهلي او بوصف النادي الاهلي هو زي القطر ماشي ماشي في سكته، ما يفرقش مع مين يقول عليه ايه، لكن دايما هو هيحقق التارجت بتاعه، دايما هيوصل لخط النهايه، واكيد مجلس اداره النادي الاهلي باللعيبه بالجهاز الفني مقدرين حجم المسؤوليه اللي على النادي واسم النادي، عشان كده دايما النادي الاهلي ماشي ملهوش اي علاقه باي مهاترات خارجيه، هو دايما هدفه البطوله. يمكن احنا تربينا في النادي الاهلي حتى من الناشئين في النادي الاهلي تربينا ان انت دايما بتلعب على الاول، التاني زي الاخير، فدايما السمه او الصفه اللي عند اللعيبه او عند اوضه اللبس دايما هي بتلعب على الاول، دايما هي بتلعب على البطوله، المركز التاني ما يناسبش النادي الاهلي وما يناسبش اسم النادي الاهلي، عشان كده بقول لك دايما النادي الاهلي على منصات التتويج هو رقم واحد.